هذا ويعرض تلفزيون البحرين في تمام التاسعة من مساء اليوم حلقة خاصة من برنامج حديث اليوم يخصصها للحديث حول المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه بالعفو عن تسعمائة ومحكوم من المحكوم عليهم ويتضمن البرنامج لقاءات مع بعض المحكوم عليهم الذين شملهم العفو الملكي السامي، كما يستضيف عددا من المعنيين بشؤون حقوق الانسان، ويناقش البرنامج الابعاد الانسانيه والمجتمعيه لهذه المكرمه الملكيه الساميه، وانعكاساتها الايجابيه على تعزيز حقوق الانسان في مملكه البحرين.